شو بدك تضلي صفنانة هيك؟ كفينا القصة ايه وبعدين شو صار؟ ما صار شي، قال لي هالكلمتين وسحب حاله ومشي هيك بهالبساطة؟ ايه والله ما بصدق. ايه هذا اللي صار. يا ستي قصتك انتي وسوار بتصير يعني مسلسل تركي قصيرها من 200 حلقة، وقصة الكلب بتصير مسلسل تاني كمان 200 حلقة. خلاص روق لول يا صبايا، عملت لكم تشيز كيك بس على البلو بيري. قومي يلا الحقوني. يلا ايه والله قومي قومي. نلوشي الله يوفقك لتضلي زعلانة وحياة الله اصبعت رجلك الصغيرة في 100 واحد مثله. ايه يلا قومي ناكل شيء زي ما قومي حبيبي.